التحديد من محافظة صفوة. الفريق الذي استقر ما يقارب 63 سنة في دوري ضرب العودة أرضية جول. يلا تعال الفارسي، هو فارس الوحدة، هو فارس فرسان مكة، الفارسي مهند في كرة بمجهود فردي. مهند فردي يسجل الهدف الأول بكرة جميلة بمجهود فردي كبير في الدقيقة 19. الوحدة من يحضر بهدف جميل من المميز ومن الجميل ومن فارس مكة، المهند الفارسي في كرة جوف 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 جوف، الإعادة لكرة سلطان نمري يلعبها في مكان جميل لمهند الفارسي. عدى مهند بشكل جميل وتوكل وسدد وذابت عن يمين حارس المرمى علي المختار. معنى عن هدف تقدم وحداوي، الوحدة واحد، الصفة لا شيء في شوط أول من عمر المباراة. مهند فارسي يسجل في مدخلي أحمد عماد، حصلها المدخل موسى. يا هلا وسهلا وحياكم الله مشاهدينا من جديد. اكيد من المنطقه الشرقيه في 3 في 3 اليوم راح ننطلق ونتالق بابداعات ومواهب مميزه. اكيد اذا اردت ان تكون ناجحا احتك بالناجحين، استمع الى افكارهم، حاورهم واستمتع بافكارهم وارائهم. اكيد قبل ما اتعرف على ضيفنا لليوم احب امسي على زميلي صالح واقول لك مساء الخير صالح. مساء الخير سندس، مساء الخير اعزائي المشاهدين. قفل المعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم ان يكون رسولا. دائما حلقاتنا أعزائي المشاهدين بين الموهوبين والمبدعين والناجحين، ولكن في حلقتنا الختامية كان توجهنا إلى التعليم والإرشاد في مستوى المملكة. سنتقابل مع مرشدين وموجهين على مستوى المملكة ذو خبرات وكفاءة لإرشاد طلابنا وطالباتنا وبنات لهديهم بناتنا وأبنائنا. نتعرف على أكثر لكن بعد الفاصل. Thank you.
حضرنا هذا الملتقى اللي هو تحت مسمى مدرستي بيتي الثاني، وهو الحقيقة يعني برنامج مركزي يعنى بالأسبوع التمهيدي. الأسبوع التمهيدي ليس جديد على برامج التوجيه والإرشاد، الدرع عام التوجيه والإرشاد، وإنما أردنا من هذا اللقاء أو من هذا البرنامج أن نستخلص أفضل وأقوى ما هو موجود في الميدان، ونخرج بدليل إجرائي لعمل أو لتنظيم الأسبوع التمهيدي في جميع المدارس المملكة. نعمل إن شاء الله في هذا الملتقى أن نخرج بإجراء نخرج بدليل إجرائي موحد يطبق على مستوى مدى على إدارات التعليم في المملكة لتهيئة الطالب وانتقاله من بيئة البيت إلى بيئة المدرسة، بيئة جديدة على الطالب حتى لا يكون هناك فرق بين البيت والمدرسة. نحاول بقدر ما نستطيع أن نقرب بيئة المدرسة من بيئة البيت. هناك دليل إجرائي إن شاء الله فيه بعض الإجراءات الخطوات التي تهتم بالطالب نفسه سواء عن طريق المدرسة أو عن طريق الأسرة، توجيهات ويحدد الأدوار لكل العاملين في المدرسة، وتوجيهات لولي الأمر كيف يتعامل مع ابنه في اليوم الأول أو قبل اليوم الأول أو قبل الدراسة في جو جديد أو مكان جديد على ابنه في المدرسة. اليوم نلتقي في المنطقة الشرقية لحضور ملتقى مدرستي بيتي الثاني، يحضره مشرفين المحافظات والمناطق في المملكة عامة سواء من فئتين تعليم البنين والبنات. يهدف هذا الملتقى للخروج في توصيات حول الأسبوع التمهيدي في المدارس، جمع المقترحات، جمع الأفكار، وجمع الأطروحات التي نفذت في المحافظات، والخروج بها في دليل موحد للاستفادة منها وتوحيد الجهود وإضافة المميز مما أضيف في السابق. إذا رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، أكيد بعد عرض هذا التقرير عن مدرسة بيتي الثاني، وأكيد اللي هو محور حلقتنا لليوم، وضيفنا الأستاذ محمد السبيعي مدير التوجيه والإرشاد بمحافظة الدوادمي، حياك الله معنا. يا هلا والله شكرا. يعني مشروع بيتي مدرسة بيتي الثاني يعني مشروع أعتقد أنه له أهداف ضخمة، لكن خلنا نشوف كيف كانت توجهكم أو بداياتكم في هذا المشروع، خلينا نعرف أكثر عن توجه المشروع نفسه. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم حقيقة على تسليط الضوء على مثل هذا البرنامج، خاصة من البرامج التربوية المنفذة في المدارس منذ سنوات وليس جديد تنفيذه لدينا، لكن في هذا العام أحببنا أن يكون هذا المشروع شامل، بمعنى أن يكون شامل البنين والبنات على حد سواء، ينفذ في المدارس كمشروع تتبناه وزارة التعليم، يكون له إطار مرجعي، ويكون له لجنة تحكيم، ويكون له أيضا هدف أسمى في تعريف ولي الأمر. يعني نحن في البرنامج اليوم في الورشة اليوم ركزنا على ولي الأمر، يجب أن يكون لدى ولي الأمر معرفة تامة بما سيكون عليه ابنه مستقبلا، خاصة أنه يعني نجد نوع من القلق بين أولياء الأمور عندما يأتي بابنه المدرسة لأول مرة، فعندنا إطار مرجعي يجب أن يعرفه ولي الأمر، وهذه ما نسميه بالرسالة لولي الأمر بأن سيكون ابنه بإذن الله تعالى في أيدينا أمينة، وأنه بإذن الله تعالى سيقدم له من البرامج التعليمية والتربوية والاجتماعية والنفسية أيضا والسلوكية التي ستخدمه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في بناء مراحل حياته كما ينبغي وكما يريده. فهذه من أهم النقاط اللي احنا ركزنا عليها اليوم، الأسرة، خاصة أنها معانا في هذا البرنامج
أساتذة أفاضل من أقسام توجيه الإرشاد النسائية. طبعا كما تعلمون هذه الأقسام تمثل فيها الأم وهي أقرب منا أيضا لاحتياجات الطفل. صحيح. فبناء هذا المشروع سيكون من جانبين، جانب الأب وجانب الأم بإذن الله تعالى، سيكون مشروع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون على مستوى الطموح اللي احنا نسعى له وعلى مستوى الهدف الذي من أجله حضر. جميل. يعني منذ انطلاقة هذا المشروع للآن كم شهر أو نقول كم سنة تقريبا للآن؟ نحن بدأنا من العام الماضي. احنا كما تعلمين البرامج التربوية تتعامل مع الإنسان. البرامج التي تتعامل مع الإنسان تحتاج منه إلى بناء. الإنسان هذا متغير، ما هو ثابت، يعني ما هو بناء تقول والله أنا بسويها اليوم بهالطريقة ونمشي عليه سنوات قادمة. في تغييرات. نعم، لدينا تغيرات، سواء تغيرات اجتماعية، تغيرات نفسية، تغيرات تربوية. ما نهدف لها اليوم هو إخراج الأبناء من هذه الأجهزة اللي وقعوا فيها الآن. فلا نتصور أن يوجد في بيت ما في عند البنت أو الابن آيباد أو جوال أو إلى آخره. إذا ما استطاع الابن هذا أن يوفر له هذا الشيء، يأخذ جوال والدته أو جوال والده وتلقاه شغال عليه. فإحنا كيف نبعد هذا الابن؟ هذه من المتغيرات الأساسية اللي إحنا نسعى لها الآن من خلال مثل بناء مثل هذه البرامج. كيف نحبب الابن للمدرسة ونبعد عن الأجواء اللي تعود عليها في منزله، وبالتالي نستطيع بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن نبني هذه الشخصية ونسير بها كما نريد. جميل. أستاذ محمد، كانت هي مدرسة بيتي الثانية في عامها الثاني زي ما افترضت له، لكن إيش كان الفرق بين العام الأول والعام الثاني؟ إيش اللي ركزت عليه في الفترة الأولى أو البرنامج الأول في مدرسة بيتي الأول والآن الثاني؟ هل نفذ شيء من الأول إذا كان البرنامج الأول كان بدايات وضع لبنات. العام السابق كان وضع لبنات للبناء. الآن إحنا في مرحلة بناء المشروع وإقراره على مستوى المملكة. لأنه لن ننفذ على مستوى إدارة التعليم واحدة، وسينفذ على مستوى 90 إدارة التعليم، خاصة إذا قلنا 45 بنين و 45 بنات، سينفذ على مستوى المملكة 45 إدارة التعليم بشقيها البنين والبنات. فأصبح البرنامج الآن هذا برنامج إقراره وتجاربه وتحكيمه سيطبق، سيكون تنفيذه في الإدارة العامة للتربية في إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، وبإذن الله تعالى سيكون هذا البرنامج على مستوى المملكة. جميل. يعني كلامك جدا جميل استاذ محمد، وانتم الان وضعتوا النبيلان في العام الماضي والان في الاسبوع التمهيدي وتوكم بعدين، يعني نقول الله يقويكم ان شاء الله ويمدكم صحه وعافيه. لكن لو تعطينا بعض اللبنات الاساسيه اللي تركز عليها، ايش الطرق اللي بتستخدم او ستنفذ في الاعوام القادمه؟ اول نقطه هي ولي الامر. كما ذكرت في البدايه احنا ركزنا على ولي الامر. ولي الامر اوليه الامر هي الركيزه الاساسيه اللي سيركز عليها في البرنامج. التواصل معه في البداية. النقطة الأخرى هي أن يكون كيف ستنفذ المدرسة هذا البرنامج. العوام السابقة كانت متروكة الاجتهاد للإدارات ولأقسام التوجيه والإرشاد في الإدارات للتنفيذ. السنة هذه سنضع لهم إطار مرجعي، حيث أنه في ما ينفذ في إدارة التعليم الدوادمي، ما ينفذ في إدارة التعليم المنطقة الشرقية، ما ينفذ في إدارة التعليم القصيم، نفسه ينفذ في إدارة التعليم أبها، نفذ في إدارة التعليم الجنوب العسير، نفذ في إدارة التعليم جدة. فالمرجعية الآن التي أصبحت تسير عليها الإدارات هي إطار، وسيكون إطار مرجعي واحد لا نسمح به بالاجتهاد، وإنما يتوافق مع ما وضع له من أسس ولبنات في هذا الجانب. جميل. يعني بالنسبة للدور الأساسي دور الأسرة زي ما تقول، وبعد كده يجي دور المعلم، لكن الأسرة هل وجدتوا مثلا تعاون كبير من قبلهم ولا حاس الموضوع شوي كان صعب في البداية؟ والله أنا أقول لك حقيقة، إذا الأسرة لم تتعاون معنا نحن لا نكون شيء. يعني مهما بذلنا من جهود نحن نقدم ونسعى أن نكون بمستويات علمية، لكن إذا كانت الأسرة معنا لا تخدمنا ولا تخدم أبنائها، فمن سيخدم أبنائك؟ يعني هذه حقيقة يجب أن يعي لها ولي الأمر وولية الأمر. إذا أنت لم تقدم لابنك ما يحتاجه داخل البيت وتترك بقية ما يحتاجه على المدرسة، ثق تماما أنك لن تقدم شيء. نحن نقدم التعليم، هم يقدمون التربية، هم يقدمون بناء السلوك، رعاية السلوك، هم يقدمون الأشياء اللي يحتاجها الابن من إشباع الحاجات. يعني نحن في المدرسة نقدم له قوالب، قد تكون هذه القوالب إيجابية وقد تكون هذه القوالب على مستوى أعلى من مستواه، فيجب على الأسرة أن تتدرج معنا بما يحتاجه هذا الابن. هذا الابن يحتاج منهم إلى وقفة،
هذه الوقفة يجب أن تتعاوض مع ما تقدمه. يعني هذا كمان البرنامج خاص بالمرحلة الابتدائية، يمكن لأنهم في طور التغيير والتعديل، نقول أنهم استقبال أي مثلا شيء إيجابي تقدر تزرعه بسرعة فيهم، فهل توجهكم للمتوسط في المستقبل ولا لا فقط المرحلة؟ إحنا عندنا الآن برنامج ينفذ المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية اللي هو برنامج التاهيل الإرشادي، هذا ينفذ للطلاب في الصف الرابع وفي الصف الأول متوسط وفي الصف الأول ثانوي. هذه البرامج تعريفية، نعتبرها تعريفية بالمدرسة، تعريفية بالمناهج الجديدة، تعريفية بما سيطرح عليهم تغير مستقبلا. أما ما نركز عليه في هذا المشروع في هذا البرنامج وهو برنامج خاص بالصف الأول الابتدائي، الأسبوع التمهيدي للمرحلة الابتدائية. نحن في هذا اليوم نحاول نكون حضور الابن قبل الدراسة، الدراسة عندنا تبدأ في 8/11. من ضمن المقترحات التي وضعت اليوم أنه يأتي الابن يوم الثلاثاء في الأسبوع بعد عودة المعلمين في 4/11، يكون بعد يومين من حضور المعلمين يأتي الأبناء الطلاب أو تلاميذ الصف المرحلة الابتدائية الصف الأول ابتدائي للمدرسة، يطلعون على محتويات المدرسة، يطلعون على ما سيقدم لهم مستقبلا، يعني نعطيهم نوع من أنواع التهيئة التعريفية حتى يدخلوا معنا في بداية العام بإذن الله تعالى. جميل. يعني ذكرت لنا أستاذ محمد أن دوركم في وضع اللبنات، وضع الوزارة، وأيضا وضع المشروع، وأيضا أولياء الأمور وولياء الأمر بشكل شامل، لكن لو تحدثنا أو سألناك ما هو دور المعلم في هذه المرحلة المبكرة في استقطاب، يعني هو راح يقابل الطلاب هو المعلم صحيح. يعني أنتم مشكورين كمدراء توجيه وإرشاد بمحافظات ومناطق المملكة، اجتمعت ووضعت هذه اللبنات لكي يأخذها معلم ويسقي ما تعبتموه في هذا العامين، ما هو دوره وكيف سيصل له العلم؟ أولا وأخيرا المعلم موجه أو مرشد قبل أن يكون معلم، فبالتالي دوره يجب أن يكون متوافق مع ما نريد. المعلم داخل الصف يعطي التلميذ المعلومة، ولكن ما يحتاجه منا إلى التوجيه والإرشاد في جوانب النفسية الاجتماعية والتربوية وإلى آخره. هذه جميعها نمده نحن بشيء يسمى خصائص النمو. هذه الخصائص هي ماذا يريد الطفل، أو ما هي سمات الطفل في هذه المرحلة، سواء كانت جسمية، نفسية، عقلية، اجتماعية إلى آخره. المعلم يطبق داخل الصف، يعني نحن نؤمن جميعا بشيء اسمه الفروق الفردية، فبالتالي المعلم معين لنا في تنفيذ برامجنا في داخل الصف. نعم هو من يقابل الطالب، هو من يتعامل مع الطالب، هو من يستطيع أن يكتشف أيضا حتى المشكلات لدى الطلاب، سواء كانت مشكلات صحية، مشكلات نفسية، مشكلات اجتماعية إلى آخره، يكتشفها لنا من المعلم، لأننا نحن في التوجيه والإرشاد لدينا مرشد طلابي داخل المدرسة، لكن هذا المرشد الطلابي إذا لم يكن المعلم متعاون معه ويستطيع بعد توفيق الله تعالى أن يبني مع هذا المعلم ومع إدارة المدرسة جدار إيجابي في كيفية اكتشاف المشكلات، لن يعمل وحيدا، يعني مستحيل أن يعمل مرشد طلابي لوحده في داخل المدرسة، وإنما يتعامل مع جميع المعلمين، فبناء الثقة بينه وبين المعلمين هذا شيء أساسي. النقطة الأخرى اللي يجب أن نركز على المعلم هي يعني ذكائه وفطنته وقدرته على اكتشاف المشكلات وسرعة أيضا إشعار إدارة المدرسة والمرشد الطلابي بهذه المشكلات حتى يستطيع بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أن يتمكن من تداركها في وقتها. جميل. لا نتركها تمتد وبعدين يظهر لنا مشكلات أخرى، لأن المشكلات كما تعلمون مشكلات تراكمية، إذا لم تعالج هذه المشكلة بنت على مشكلة أخرى. جميل. في حالة من انطلاق البرنامج للآن كانت في صعوبات من قبل مثلا